تسليم. والله نصيحة واحدة بس لا غيرها، اتعلموا التوحيد وانشروا التوحيد وحاربوا الشرك. داير الله يرفعك، وتكون انت في منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حقا وصدقا، اشتغل في العقيدة بس، لأنه مجتمعنا ده محتاج عقيدة قبل أي شيء، قبل أي حاجة ثانية من الدين. ناس كده أول حاجة توحد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى يوحدوا الله، فإنهم أجابوك، وفي رواية أطاعوا، يعني لو أطاعوا عكسها شنو؟ خالف. فإنهم أطاعوك يعني للتوحيد فعلمهم بالصلاة، يعني لو خالفوا في التوحيد حتى الصلاة ما تعلموا. ودي عكس دعوة الحزبين الليلة، يقول لك لا ما تكلمهم في الشرك ونكلمهم في الرغائغ لحد ما يحبوني، تقول داري الدبيت وكذا، بعد ذاك نجي. يو 20 سنة قاعد ما يتكلم في التوحيد، لسه ما حبوك انت اصلا، بتتحب اصلا؟ فده كله كلام فارغ يا اخي. النبي عليه الصلاة والسلام اول يوم جاء طلع فوق جبل الصفا وقال يا صباحا، قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، حياته كلها توحيد. القرآن ده ربنا ما نزلوا الا للتوحيد، ما انزل الا للتوحيد. ربنا قال الف لام راء كتاب احكمت اياته، ده القرآن، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ليه؟ الا تعبدوا الا الله، ده السبب في انزال القرآن. إني لكم منه نذير، إنني لكم منه نذير وبشير. هناك ربنا قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وهذا ذا القرآن، المفسرين قالوا هذا ذا القرآن، أها ليه؟ ولينذروا به، أها، وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إذا كان ربنا يقول لأعلم البشر، أعلم بشر هو محمد عليه الصلاة والسلام، يقول له فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الليلة تعلم الناس بالتوحيد ونطلق حزبي ولا صوفي، يقول لك لا يا أخي الناس عارفين الكلام ده. الرسول ربنا يقول له فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وربنا يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى الماء جاعل في دعوته اصل، مش اصلي بالكلام، يقول لك ايوه توحيد اصلي عندنا، طيب اتكلم فيه، يقول لك لا بجيبه بعدين، ما اصلي عندك، كذاب مستهبل. لو اصلي عندك دعوتك دي كلها بتكون شنو؟ توحيد. يا جماعه ناس بيتبركوا بالقبب، ما تخش غريه في البلد دي، قل ما تخش غريه في البلد دي الا وتلقى فيها قبه الى 60 قبه تعبد من دون الله، أشجار يتبركوا بها، أحجار، تراب، تراب بتاع قبة ما فيها فكي، بيان ساكت، فاضي، فاضي، تراب يتبركوا به الناس، عالم دلقان، دلقان بيرك الناس بيعتقدوا فيه وبينفعوا بضر، الحلة كلها خايفة وترجف وترقص من عالم مغزوز له في بيان، والقبة ما فيها فكي، فكيف لو فيها فكي؟ ناس عقائد تعبانة، عقائد مرضانة، عقائد هشة بالية. أنا في الواقع زي ده، واحد بيجي هناك في الخرطوم في جامعة، بيجي كل سنة عنده محاضرة واحدة بس، بيجي في جامعة فيه صوفية وفيه أخوان مسلمين وفيه عواليك، يجي يقول لهم آداب طالب العلم، قال بحضر دكتوراه ولا شنو ما عارف في المدينة، ده ما ده أصله ما المفروض يضوي صنقوعه ده، يا ناس طالب العلم شنو ده؟ ده الناس هنا في ناس معلقين حجبات، تيجي تقول لي أضابه ما تمد كراعة قدام الشيخ وما ترفع عينك، يا مولانا في ناس هنا مشركين في البلد دي لسه ما عرفوا الله ذاته، ما عرفوا حق الله، يعرفوا حق الشيخ كيف؟ ولا يعرفوا حق طالب العلم كيف؟ ولا يعرفوا حق العالم، حق الله الخلق العالم ذاته ما عارفين في البلد دي. ما شفت المقاطع الآن منشورة، مرة واقفة في قبة، اديني يا شيخ فلان وجيتك من وين وما خلت لي فكي، اديني مدد واديني عدد، ما شفتوا الكلام ده؟ الله ما بيسألكم من الكلام ده؟ كان تقعد تعمل وعاد مع ديل ونقاش مع الحزبين ونقاش مع شنو السرورية، يا أخي ديل هوس كلهم خليهم، ديل دارين دنيا، دارين سياسة، دارين مناصب، دارين كراسي، احنا ما دارين لا سياسة لا مناصب، نحن دارين نازل يوحدوا الله، احنا بنختلف من النازل، ولا دارين قروش من زول، ولا دارين دعم من منظمة، ولا دارين دعم من جمعية إحياء تراث ولا جنكلكي ولا غيره، نحن دارين النازل يوحدوا الله يخلوا القبب دي، إذا وحدوا الله العيش بيرقد،
الرزق بيبقى واسع، بياكلوا من السماء ومن الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ده نحن دايرين الدعوة دي تختلف من أي دعوة تانية، دي دعوة التوحيد، تختلف من أي دعوة، ما عند أي مصالح دنيوية بالمناسبة. ما في رسول جاء لقومه قال لهم ادوني فرغوني ادوني مرتب ولا عمل منظمة ولا جماعة ولا طريقة ولا جمعية، ما في إطلاقا. كل الرسل جو ما سألوا الناس أجر ولا ملينة حمراء، دعوا الناس. نوح دعا الناس 950 سنة للعقيدة بس، 950 سنة في كلمة واحدة يا جماعة. باقي ليك ده ما يعني باقي الدين ما بكون عارفه؟ لا، ده العلم ذاته. عشان كده أبو حنيفة قال الفقه الأكبر توحيد الله، ده الفقه الأكبر. فالفقيه الأكبر اللي بيركز على التوحيد يا ناس، وما يغشوكم الحزبيين يقول أيوة توحيد حبابه، وينه؟ أنت ما تأكل مع الصوفية في صفرة واحدة، أنت بتحضر النوبة، أنت بتمشي إلى الصوفية وتضحك معاه، وين التوحيد؟ وين قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ وين ده؟ ده ما من صميم التوحيد، الولاء والبراء من صميم العقيدة. فالدعوة دي لابد تفهمون تختلف. وأي شيخ زكوا علماء الدنيا كلهم يترصوا كده، زكوا ليبي مصري إيطالي فرنسي سعودي سوداني، زكوا وما بدي العقيدة دي الأولوية، والكلام في الصوفية والكلام في القباب والأضرحة والقبب والقبور، أعرف إنه دعوته دي فاشلة، إما هو جاهل وإما منهجه فاشل. لازم تعرف المعلومة دي، لأنه في ناس كتار بيصروا يقول لك ده شيخ يحارب جماعة الإخوان المسلمين، بيتكلم في العقيدة؟ لا، دي ما الدعوة، دي ما الدعوة، دي ما هي. حارب الإخوان المسلمين كلامه صحيح، لكن أصل الدعوة ما جابه، دي ما الدعوة. لابد تفهموا يا ناس، ما كل ظهر لك في يوتيوب ولا في غيره تقعد تنط وتتغشى ومسافر وطاير وراكي. الدعوة دي دعوة عقيدة. شيخ الفوزان قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زمنه كان بيدعو للتوحيد وينهى عن عبادة القبور، الحجاز ونجد دي كلها كانت قبب، حتى مكة حتى المدينة كانت كلها قبب واضحة. وكانوا السعوديين ذاتهم جعانين الوقت ذاك، كان بيأكلوا الجلود. والله واحد أبوه بيحكي عن جده قال والله كنا نأكل الثعلب من الجوع. السعودية لسه بيشوفوها منعمة وعندها بترول ما في دولة في العالم، وأموال يمكن ما في دولة في العالم. السبب شنو؟ دعوة التوحيد دي القام بها الإمام محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود امتدادا لدعوة الرسول والصحابة، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. فإذا دارين البلد دي تصلح توحيد، لقيت صف البنزين بقى طويل في خلل في التوحيد ده، نحن لابد ندوق فيه تمام في قبب. لقيت صف العيش عيش ما في دقيق ما في، ما يخشوك السياسيين. في كثير من اخواننا الواحد بقى في الفيسبوك وبتاع بقى ذاته محلل سياسي فاشل والله، وتضخم والازمه يا اخي ازمه بتاع شنو يا اخي؟ الازمه دي جابها شنو؟ جابها الشرك. الذكي والسياسي والعالم والفقيه الزول اللي بيدق في العقيده دي ما بيمشي لا جاي لا جاي، ما في اي اعصار بيزحوا لا يمين لا شمال، لا سياسيين بيقدر يزحوا جاي، لا 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 حزبين بيقدر يزحوا جاي، عقيده شغال عقيده بس. فالشيخ قال الشيخ ده محمد عبد الوهاب كان شغال عقيده، قال كان في علماء زمنه في زمنه علماء كبار درسوا الفقه في الشام فقه الحنبلي وجو، لكن ما دعوا للعقيده، فامات الله ذكرهم. ما هو زول بيعرفهم، اسي العدو قبل الصديق بيعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ لانه ركز على العقيده. حتى السيره، السيره دي شنو؟ السيره دي اصلا هي عقيده كلها. ليه النبي عليه الصلاه والسلام طلعوا من مكه؟ ليه؟ هل كان المشكله في صله الارحام؟ الخلاف كان بينه وبين المشركين في 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 كيفيه صله الارحام او استحباب صله الارحام؟ لا لا. في الحج؟ لا لا، في الاصل ما كان فيه، لانه المشركين ذاته كان بيحجوا غلط لكن بيحجوا وبيصدقوا، شفت كيف؟ وبيبروا والدينهم وبيصلوا الارحام بالمناسبه، وعارفين حق الضيف حاتم الطائي ده في ذول فيكم اكرم منه في الاكل والشراب، يضرب به المثل لليله، كافر مشرك. فالموضوع ما كان هنا، رغم انه الاشياء دي من الدين الكرم وصله الرحم، الموضوع لما دعاهم للعقيده مرقوا برا. ده الموضوع اللي بيخافوا منه دعاه الحزبين الليله،
انه لو اتكلم فيه مرتبه بجيف واموره بتجوط والصبيه بيزعلوا مني والناس والمجتمع بينظر لي نظره حقاره. ده الموضوع يا ناس، والموضوع ده ما بشيله الا راجل ذكر، والله راجل ذكر ده الموضوع ده، لانه المشاكل كلها هنا. دول ما ذكران ما بيقدر يشيل العقيده دي معاه وينوم بها ويصحى بها. يا اخي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. صحيح ولا ما صحيح؟ ما خلاهم بالليل وبالنهار وبالسر والجهار، جروا منه 950 سنة، 950 سنة ماشي وراهم بس العقيدة دي بس. هذا موضوع من أجله خلقت السماوات والأرض، الإنس والجن، وما خلقت الإنس والجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون كما قال ابن عباس. ده الموضوع وده اللي بيفرق، فاشتغلوا في الموضوع ده ما يشغلوكم ديل، اشتغلوا في الموضوع ده وده اللي بيفرق ذاته بين دعوتكم ودعوة غيركم. جزاكم الله خير وصلى الله.